أكدت الحكومة النيوزيلندية أن فرق الإنقاذ تواصل العمل بنسق حثيث على أمل العثور على ناجين تحت الأنقاض بعد 3 أيام من وقوع الزلزال الذي هز مدينة كريستشيرش وخلف حتى الآن 228 قتيلاً. وقالت السلطات النيوزيلندية إنه تم إنقاذ 70 شخصا من تحت الأنقاض، فيما بدأت الآمال في العثور على أحياء تتضاءل بشكل تدريجي مع مرور الوقت. زلزال كريستشيرش الذي بلغ 6.3 على سلم ريختر دمر أجزاء بأكملها من المدينة. هذان العروسان كانا أكثر حظا من كثيرين قتلوا في هذا الزلزال، حيث ظلت العروس محتجزة تحت الأنقاض طيلة 6 ساعات في القاعة التي كانت ستحتضن مراسيم الزفاف قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في إخراجها.